نشرة الأخبار من النبأ، والبداية بأبرز العناوين. سنتان على دخول رئيسي المقترح العاصمة دون الوفاء بالتعهدات التي قدمها. في الذكرى الثانية لاقتحام مقرها في العاصمة، قناة النبأ تواصل مسيرتها الإعلامية. قتيلان في اشتباكات بمنطقة جنفودة بين كتيبتي علي السمن وقوات الغرفة الأمنية التابعتين لميليشيات الكرامة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار. وهذه تفاصيل النشرة. قبل سنتين من الآن دخل المجلس الرئاسي المقترح للعاصمة طرابلس ليعلن مباشرة حكومته العمل بشكل رسمي. فيما يلي نستقرئ ما تحقق من وعود قطعها الرئاسي المقترح على نفسه أمام الشعب الليبي. في 30 من مارس عام 2016 ميناء طرابلس البحري يشهد أحد فصول السياسة التي أعقب ثورة فبراير. على متن سفينة يطل الساسة الجدد الذين لم يكن دخولهم مفاجئا بقدر ما تتالت بعده من أحداث. إننا بعون الله وبمساندة الجميع سنعمل على بناء دولة المؤسسات والقانون بمشاركة كل الليبيين، والعمل على وقف إطلاق النار وسفك دماء الليبيين في كل أنحاء البلاد. ثلاث سنوات مضت على هذه الوعود التي حملت في طياتها آمالا بالمصالحة الوطنية والانفراج على الأصعدة كافة. السراج الذي بدأ متفائلا بالتغيير والتزام حكومته بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والإصلاحات الاقتصادية ورفع المعاناة عن المواطنين يواجه اليوم حصيلة سنواته الثلاث التي يبدو أنه لم يستقرئ غدها بمنظور الواقعية. بعد مرور هذه الفترة لا يزال الملف السياسي يراوح مكانه بين جولات المصالحة ومحاولات الوفاق الوطني، تلك التي تقودها شخصيات وطنية أو يدعمها المجتمع الدولي. قد تم البدء بوضع الخطط والمعالجات الاقتصادية والمالية اللازمة لحل الأزمات الحالية ورفع المعاناة على المواطن البسيط. حتى هذه الوعود لم تلقى لها طريقا نحو النجاح، بما يبدو أن الأسباب مرتبطة بشكل مباشر بتأرجح الوضع السياسي. وضع أزم معاناة قطاع الاقتصاد وبرزت ملامحه في تسجيل الدولار الأمريكي أعلى مستوياته، وصاحب ذلك من ارتفاع في أسعار الأدوية والسلع والمواد الأساسية وأثقل كاهل المواطنين. إلا أن للنازحين والمهاجرين معاناة خاصة، إذ تمر السنوات وتتزايد حاجتهم للعودة والعيش الكريم. منطقة جرارة القطف بمدينة بني وليد كانت مستقرة لأهالي تاورغا الذين منعوا من العودة إلى ديارهم في الموعد الذي قرره الرئاسي المقترح لإنهاء الأزمة، الأول من فبراير. بالتزامن مع ذلك لم تتوقف الاشتباكات المسلحة التي كانت أرجاء ليبيا مسرحا لها في جنوب البلاد، حيث فشلت جهود المصالحة وتعثرت محاولات الرئاسي للتهدئة ووقف إطلاق النار. إلى درنا المحاصرة منذ أكثر من عامين، وبنغازي التي ما فتئت تقاوم محاولات العسكرة والتركيع، مرورا بسرت التي كادت تكون معقلا لعناصر تنظيم الدولة. وهنا أفلحت قوات البنيان المرصوص في دحر التنظيم وطرده من المدينة واستعادتها بعد 9 أشهر من القتال. عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون
تلاحق شخصيات بعينها وتسجل في كثير من الأحيان ضد مجهول لتستمر الأزمة وتنذر بمزيد من المعاناة وضآلة حظوظ انفراج أزمات البلاد ومختنقاتها رغم تعهد الرئاسي المقترح قبل سنتين بحلها. هذا ونظم حرك الثلاثون من مارس مظاهرة بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد. ودعا الحرك في المظاهرة إلى توحيد مؤسسات الدولة والاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية وضرورة عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم. المجلس الرئاسي المقترح تعهد أيضا عند دخوله للعاصمة بالعمل على حل المشكلات الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية داخل الأسواق المحلية. في التقرير التالي نستعرض مقارنة بين أسعار السلع قبل دخول المجلس الرئاسي المقترح وبعده. مرت السوق الليبية بحالة من الاستقرار في الأسعار ما بين 2013 و2016 وكانت معظم السلع الأساسية متوفرة. بالانتقال إلى مقارنة أسعار المواد الأساسية قبل دخول المجلس الرئاسي المقترح للعاصمة طرابلس وبعده، فكان على سبيل المثال سعر البيض في حدود 8 دنانير قبل شهر مارس 2016 كما يظهر أمامكم، فيما سجلت أسعار لحم الخروف 20 دينارا والبقر 16 دينارا ولحم الدجاج 6 دنانير. تحولت أسعار سنة 2017 إلى هذا الشكل، زيادة في سعر البيض ب5 دنانير ليستقر عند حدود 13 للعلبة الواحدة. سعر لحم الخروف شهد ارتفاعا ب13 دينارا عما كان عليه في 2016، فيما قارب لحم البقر 29 دينارا للكيلوغرام ولحم الدجاج عند 9 دنانير. لم يقف عدم استقرار أسعار المواد الأساسية عند هذا الحد، بل تواصلت موجة ارتفاع الأسعار حتى خلال السنة الجارية ليسجل سعر علبة البيض 13 دينارا وتستقر أسعار اللحوم عند 35 دينارا للخروف و30 دينارا للبقر وعند حدود 12 دينارا بالنسبة للدجاج. وقد عرف الدينار الليبي انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية منذ دخول المجلس الرئاسي المقترح إلى العاصمة طرابلس. الزميل مهيب جرادا يستعرض فيما يلي مقارنة بين سعر الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية قبل دخول الرئاسي المقترح وبعده. شهد الدينار الليبي حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في مواجهته مع الدولار الأمريكي ما بين 2016 تاريخ دخول الرئاسي المقترح للعاصمة طرابلس و2018. ففي نهاية مارس 2016 سجل الدينار الليبي قرابة 4 دنانير أمام الدولار الأمريكي، ومنذ ذلك الحين شهد الدينار حالة من الهبوط ليسجل الدولار بعد عام من دخول الرئاسي المقترح حوالي 7 دنانير. مطلع أبريل الماضي شهد الدينار حالة انتكاس ليكسر الدولار حاجز 8 دنانير لأول مرة في تاريخه. استمر مسلسل الهبوط ليفقد الدينار ما يقارب 30% من قيمته في الشهر نفسه، ليتجاوز الدولار حاجز 10 دنانير. وبالالتفات إلى سعر الصرف مطلع العام الجاري، فقد عرف الدينار حالة من الركود أمام العملات الأجنبية ليصل الدولار حاجز 9 دنانير في أقل من شهر. أزمة السيولة كانت حاضرة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، وزادت حدتها مطلع 2018، ما دفع بعض الشباب إلى تنظيم حراك يطالب بإصلاحات اقتصادية. وتشهد السوق الموازية منذ بداية مارس الجاري استقرارا في أسعار الصرف تراوح ما بين 5 إلى 6 دنانير للدولار الواحد. وإذا ما قارنا قيمة الدينار الليبي منذ وصول الرئاسي إلى العاصمة طرابلس، فسنجد أن العملة المحلية فقدت حوالي 50% من قيمتها الحقيقية.
يوافق 30 من مارس ذكرى اقتحام مقر قناة النبأ في طرابلس من قبل مجموعة مسلحة اعتدت على موظفي القناة وعبثت بكل معداتها، حيث يعد هذا الاعتداء الرابع من أصل 5 تعرضت له القناة. تفاصيل الحادثة نرصدها في التقرير التالي. لم يكن يوما اعتياديا داخل مقر قناة النبأ بالعاصمة طرابلس. هو 30 من مارس عام 2016، كانت الساعة تشير حينها إلى حوالي 8 مساء، عندما اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لكتائب ثوار طرابلس مقر القناة وطوقته من الخارج. المجموعة تضم أكثر من 20 شخصا مدججين بأسلحة خفيفة ومتوسطة، اقتحموا غرفة الاستعلامات وحصروا موظفي الأمن وحطموا أجهزة المراقبة. في الطابق الأول للقناة هدمت هذه المجموعة استوديو البرامج وكسرت جميع معداته، فيما عمدت مجموعة أخرى إلى دخول جميع طوابق القناة محاصرة الموظفين في الطابق الثاني الخاص بقسم الأخبار وتهديدهم بعدم العودة للقناة. لم يقف انتهاك المجموعة لحرمة النبأ عند هذا الحد، بل جرى إجبار أحد الصحفيين على كتابة خبر عاجل على شاشة القناة، مفاده أن سرايا ثوار طرابلس أغلقوا قناة النبأ وعليه سيتوقف البث. المجموعة المسلحة حطمت أجهزة البث ومولد الطاقة الكهربائية بالقناة، وعندما تأكدت من خلو المبنى من جميع الموظفين غادرت المقر. في اليوم الموالي للاعتداء عادت القناة للبث مقتصرة على مواجيز إخبارية فقط. موجز الثالثة من قناة النبأ، أهلا بكم. بيد أن القناة كانت على موعد مع فصل آخر من التهديد، ففي حدود الساعة 6 مساء اقتحمت مجموعة أخرى تدعى كتيبة باب تاجوراء مقر النبأ، وقامت بالرماية على الموظفين واستهداف المبنى من الخارج بقذائف RPG، ما تسبب في خسائر كبيرة بالواجهة. تكررت بعد ذلك محاولات عدة لاستهداف النبأ، لكنها أبت دون أن تواصل رسالتها، جاهدة لتقديم الخبر اليقين، متحدية كل أساليب قمع صوتها. عملية اقتحام مقر قناة النبأ لم تلقى رد فعل حازم من المجلس الرئاسي المقترح، فالمجلس اكتفى أنذاك بإصدار بيان عام يدين فيه استهداف وسائل الإعلام بشكل عام. هي ذكرى الثانية لاقتحام مقر قناة النبأ من قبل مسلحين أجبروا موظفيها على المغادرة بعد إيقاف البث الاعتيادي، ذكرى وإن تزامن مع دخول المجلس الرئاسي المقترح إلى طرابلس، إلا أن ردة فعل السلطة الجديدة في العاصمة كانت محتشمة أو لا تكاد تذكر، فقد عرج بشكل سريع على الاقتحام دون ذكر قناة النبأ بالاسم، مستنكرا بشكل عام من الاعتداءات على القنوات الفضائية وواصفا إياها بالتعدي على حرية الإعلام. البيان ذاته وجه الرئاسي المقترح عبره رسالة أخرى لوسائل الإعلام بأن تتخلى عن اللغة التحريضية، فأي المقصدين أقرب للفهم ولمن توجه الرسالة؟ كانت النبأ حينها منبرا لنقل الأصوات المعارضة لدخول السراج التي على تعددها وصفها الرئاسي المقترح بالأقلية المعارضة. منذ ذلك الوقت تتواصل الاتهامات للنبأ من أطراف عدة ربما لم يرقها خطاب القناة الإعلامي، فمن التضييق داخل طرابلس الذي انتهى بحرق مقر القناة تحت مرأى الرئاسي المقترح إلى إعلام ميليشيات الكرامة، وأخيرا تنظيم الدولة الذي اتهم القناة بالردة والعمل لحساب أجندات تخدم دولا غربية. ورغم ذلك تستمر النبأ في مسيرتها لنقل الصورة دون مجاملة على حساب الحقيقة، شعارها في ذلك الخبر اليقين
النبأ فوق القوة. إلى الملف الأمني، حيث أكد مصدر من مديرية أمن بنغازي سقوط قتيلين وجريحين جراء مواجهات بمنطقة جنفودة اندلعت بين كتيبة علي السمن وقوات الغرفة الأمنية المركزية التابعتين لميليشيات الكرامة. وأوضح المصدر في اتصال مع النبأ أن القتلى هم من كتيبة الثمن والجرحى من أفراد الغرفة المركزية. وأشار المصدر إلى أن المواجهات اندلعت على خلفية ضبط ممنوعات لدى مسلحي كتيبة الثمن حسب تعبيرها. أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن تفجير السيارة المفخخة بالمدخل الشرقي لمدينة جدابية. وذكرت وكالة أعماق الجناح الإعلامي للتنظيم في منشور لها الجمعة أن تفجير أسفر عن سقوط 19 عنصرا من ميليشيات الكرامة بين قتيل وجريح وفق ما ذكرت الوكالة. وأضافت والوكالة أعماق أن منفذ التفجير شخص يدعى أبو قدامة السايح وقد قتل أثناء العملية. من جهته دان المجلس الرئاسي المقترح الهجوم الذي تعرضت له بوابة جدابية الشرقية. وقال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي المقترح محمد السلاك في تغريدة له على تويتر إن المجلس أكد ضرورة توحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب في البلاد. وفق قولها في درنا، قال عضو تجمع أهالي درنا هويدي الجزيري أن الأوضاع الإنسانية في المدينة لا تزال متردية في ظل استمرار الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيات الكرامة. وأوضح الجزيري في تصريح لقناة النبأ السبت أن شاحنة غاز الطهي التي دخلت قبل يومين لا تكفي احتياجات المدينة، وأن توفير الوقود يعد حقا للمدينة وأهلها. وحول المصالحة الوطنية، قال الجزيري إن درنا تتطلع لإتمام المصالحة الشاملة مبديا أمله أن تثمر تلك الجهود عن فك الحصار المفروض عليها منذ ما يزيد عن سنتين. إلى سبها، أفادت مصادر محلية في المدينة باستمرار القصف العشوائي على بعض أحياء المدينة. وذكرت المصادر لنبأ أن مقر اللواء السادس تعرض لهجوم بالدبابات الجمعة استمر لساعات في محاولة من مسلحي قبيلة التبو للسيطرة على المقر. هذا وتبقى حصيلة الخسائر مجهولة نظرا لعدم إعلان الطرفين عليها. وعلى الصعيد الأمني أيضا، قتل ضابط يحمل رتبة عقيد أمام بيته بحي الضباط بالقرب من مقر اللواء السادس مشاة بسبها. وأكد الناطق باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي للنبأ وصول جثة عبد الله بشر إلى المستشفى وقد فارق الحياة نتيجة عيار ناري. هذا وقال عميد بلدية سبها حامد الخيال إن الوضع الإنساني في المدينة لا يزال مترديا في ظل نقص الوقود والمواد الغذائية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء. الخيال وفي اتصال مع النبأ أضاف أن الأوضاع في المدينة لا تزال كما هي رغم وعود المجلس الرئاسي بمعالجة الأزمة والأعلان عن عملية فرض القانون من قبل قيادة ميليشيات الكرامة. وأشار الخيال إلى أن الطريق الزراعي الرابط بين سبها ومناطق أوباري وتراغن والذي كان يستخدمه المواطنون جرى إقفاله من قبل عصابات خارجة عن القانون. أكدت اللجنة الفنية لمشروع نحو تحقيق مصالحة وطنية في ليبيا ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاق بين تورغاء ومصراتة الذي جرى توقيعه في أغسطس سنة 2016 لعودة نزحي تورغاء إلى ديارهم.
وطلبت اللجنة عقب اجتماعها مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة وزير الدولة لشؤون النازحين بالمقترح يوسف جلالة المجلس الرئاسي بدعم التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك ما يتعلق بالتدابير الأمنية وتلك المتعلقة بتحقيق العدالة. كما شدد المجتمعون على الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم عملية العودة ورصد تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع وتوثيق أي خروقات. قدم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة الحدود في ليبيا فانشونيز تاليفاري اعتذاره عن حادثة تمثيل خبير إيطالي لليبيا باجتماع الجمعية الدولية للجمارك الذي عقد في بلجيكا. وعد رئيس البعثة الأوروبية لدى لقائه وزير الخارجية بالحكومة المقترحة محمد السيالة بطرابلس الخميس الحادثة عملا فرديا وهي الأعراف الدبلوماسية. من جهته دعا سيالة إلى احترام السيادة الليبية وأكد أن ليبيا لا يمثلها ولا يتحدث باسمها إلا أبناؤها، مطالبا باتخاذ إجراءات حاسمة لحفظ سيادة الدولة على حد تعبيره. وكانت وزارة المالية بالحكومة المقترحة أوقفت احتياطيا موظفين تابعين لمصلحة الجمارك وفي مقدمته مديرها العام على خلفية تمثيل ليبيا في اجتماع بروكسل لتأمين الحدود. وجاء في نص القرار الذي تحصلت النبأ على نسخة منه إيقاف مندوب ليبيا لدى منظمة الجمارك العالمية ومدير مكتب التعاون الدولي بالمصلحة. وأضاف القرار أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق مع الموقوفين من 6 أشخاص يترأسها وكيل الوزارة أبو بكر الجفال على أن يتولى نائب مدير مصلحة الجمارك تسيير الأعمال اليومية حتى انتهاء فترة الإيقاف الاحتياطي. كشف المترجم السابق القذافي مفتاح ميسوري عن مبلغ التمويل المقدم لحملة ساركوزي الانتخابية. وأوضح ميسوري في لقائه مع وكالة سبوتينيك أن التمويل كان من المفترض أن يكون 50 مليون يورو قبل أن يقرر القذافي إعطائه 20 مليون يورو فقط. وأضاف ميسوري أن ساركوزي لم يكن الوحيد الذي تلقى الدعم من القذافي، بل جرى تمويل حملات انتخابية لكل من حسني مبارك وزين العابدين بن علي. أنقذت مديرية أمن زوارة 42 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب هجرة غرب المدينة. أوضحت المديرية عبر صفحتها على الفيسبوك أن المهاجرين يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم نساء وأطفال تعطل قاربهم في البحر. وأكدت مديرية الأمن نقلها بعض المهاجرين من على متن القارب إلى مقرها لعرضهم على الجهات المختصة واستكمال إجراءاتهم. الآن نترككم مع حالة الطقس المتوقعة على عدد من المدن الليبية لنهار اليوم. نهاية النشرة وأبرز ما جاء فيها من عناوين. سنتان على دخول رئيسي المقترح العاصمة دون الوفاء بالتعهدات التي قدمها. في الذكرى الثانية لاقتحام مقرها في العاصمة قناة النبأ تواصل مسيرتها الإعلامية. قتيلان في الشبكات بمنطقة قنفودة بين كتيبة علي الثمن وقوات الغرفة الأمنية التابعتين لميليشيات الكرامة. كما تبعتم في النشرة أيضا مديرية أم زوارة تنقذ 42 مهاجرا غير نظامي غرب المدينة.
يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقع القناة النبأ دوت تي في، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.